بالنسبة للأسعار يعني عم نعاني، بالنسبة لرمضان الماضي كانت الأسعار شيء وهلا شيء تاني. يعني هلا الأسعار 25% غلت عن شهر عن رمضان الماضي. يعني في عنا هون نحن قلة عمل، يعني في صعوبة بتأمين هالشيء. نتمنى من يعني من المقيمين من المسؤولين على الأمر يضبطوا لنا هالشيء، يضبطوا هالتجار. الأسعار غالية، كل شيء غالي، والشكوى لله. نطلع 1500 بنحط مقابيل 1500، اي واحد اذا ما عنده 1500 بنمد اجرينا على قد بساطنا. والحمد لله جاينا شهر رمضان كل شيء غالي، عندي 10 تنفس، اي واحد اجى تكفي معه. والله في مرض بالبيت، عندي مرض والله ما ماخذون على دكتور، والله بتكلف 150 ألف.